على وقع الهجمات التي طالت عدن ومارب، جدد المجتمع الدولي دعمه للحكومة المعترف بها دولياً، وتتجديد الدعم عبر بيان صدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وآخر عن الاتحاد الأوروبي. فالصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بصفتها دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن أدانت التفجير المفخخ الذي طال مطار عدن الدولي، وطالب بيان مشترك لبعثات الدول المعتمدة لدى اليمن تقديم مرتكبي تفجير محيط المطار إلى العدالة دون تأخير، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في مكافحة الإرهاب. العواصم الكبرى في بيانها أكدت استمرار دعمها الذي وصفته بالقوي لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع نهاية 2019، ولجهود الحكومة في إعادة الاستقرار للبلد، وهو الدعم ذاته الذي أكده الاتحاد الأوروبي، حيث دعا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السعودي وتعزيز عمل مؤسسات الدولة، وفق حديث القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريون لاليس التي قالت إن البعثة عقدت اجتماعات مثمرة مع الحكومة والمجلس الانتقالي، لكنها لم تفصح عن نتائج عملية. دول الاتحاد الأوروبي أدانت الهجوم على محافظة مارب وقالت إنه غير مبرر، إلا أنها لم تعمل كعادتها على تحويل الإدانات إلى ضغوطات عملية على الحوثيين، واكتفت بتكرار اللغة الدبلوماسية الدولية، حيث أكد الاتحاد أن الحل العسكري في اليمن غير ممكن. بالنسبة لمراقبين للشأن اليمني، فإن الإدانات الدولية لم تبارح مكانها، حيث تتمسك بالدبلوماسية كحل ضاغط على ميليشيا الحوثي، وهو حل أثبتت الوقائع فشله في إخضاعها للسلام، بل أضحى طريقاً محفزاً لأعمالها العسكرية وهجماتها المضرة بالمدنيين والمعرقلة لعمليات التسوية.